السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم للتواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذا الأسبوع الشاعرة العربية من الأردن عطاف جانم. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة والقصيدة. قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة، دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية. أهلا بكم. بدأت في مدينة الدار البيضاء المغربية فعالية النسخة 24 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، وتشهد هذه الدورة مشاركة أكثر من 700 دار نشر قادمة من أكثر من 45 بلداً وأكثر من 300 كاتب عربي وأجنبي في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يستضيف مصر كضيف شرف هذا العام. وفي مصر يختتم معرض القاهرة الدولي للكتاب غداً السبت أعمال دورته 49. المعرض الذي شهد مشاركة 848 ناشر من 27 دولة شهد إقبالاً واسعاً في أيامه الأولى، تراجع بعدها إلى مستوى ضعيف، كما تدنت نسبة شراء الكتب بسبب ارتفاع أسعارها وضعف الحالة الاقتصادية العامة. نبقى في مصر، حيث يختتم غداً في مكتبة الإسكندرية معرض المشترك العرب وأوروبا، وهي أول بادرة تعاون بين المكتبة والمتاحف الأوروبية التي قدمت الكثير من القطع لتشارك في المعرض الذي اختار شجرة الحياة وهي من حضارة بلاد الرافدين كعنصر زخرفي مشترك بين العرب وأوروبا. بدأت في مدينة جدة أعمال النسخة 25 من معرض 21.39 والذي ينظمه المجلس الفني السعودي. المعرض الذي انطلق هذا العام تحت شعار رفض الجمود يعرض أعمالاً لأكثر من 30 فناناً سعودياً وعالمياً تبرز حداثة الإنتاج الفني المعاصر وكسر القيود الفنية التقليدية. أعلن في تونس عن إطلاق جمعية ثقافية جديدة باسم جمعية الكاتبات المغاربيات، وأوضح بيان الجمعية التأسيسي أن من أهدافها متابعة إنتاج الكاتبة المغاربية والانتصار لها لتمكينها من رفع صوتها ودعم المرأة عبر أنشطة متنوعة تمكنها من إثبات قدرتها في مختلف مجالات الإبداع. أعلنت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسسكو عن إطلاق جائزتها لأفضل المشاريع الثقافية لعواصم الثقافة الإسلامية، وذلك لتعزيز الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة الثقافية في عواصم الثقافة الإسلامية المحتفى بها وتشجيع الابتكار والإبداع في المشاريع الثقافية. أعلنت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي عن انطلاق دورتها 2018 تحت عنوان الفنون والمجتمع في المشهد التشكيلي العربي، وقد فتحت أبواب المشاركة في الدورة الجديدة أمام الباحثين والنقاد المتخصصين، وذلك في موعد أقصاه 30 من شهر آب القادم. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذه الحلقة الشاعرة العربية من الأردن عطاف جانم. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة والقصيدة. مرحبا بك سيدة عطاف، أهلا وسهلا فيكم، كريمة على فضاءات. أهلا وسهلا بكم وشكرا جزيلا على إتاحة هذه الفرصة لي للظهور من خلال هذه القناة الحيوية والجميلة أيضا. أهلا بك. أهلا بك سيدة عطاف. يعني نحن في هذا البرنامج لدينا عرف عندما يكون الضيف شاعر نبدأ بقصيدة، فما رأيك لو سمعنا قصيدة ثم نواصل حوارنا؟ نعم، خير ما نفتتح به الشعر. هو الشعر وأول الديوان أيضا. أي غيم في غمامة. وبالمناسبة نعم، غمامة إحدى قرى الضليعة التابعة لمحافظة حضرموت في اليمن. في اليمن هذه تدخل الغيوم من الأبواب وتخرج من الشبابيك نظرا لارتفاعها الشاهق. بعض هذا الغيم طفل عابث يقفز ما بين الشبابيك يغني ينقر الدف فيجري خلفه بعض الصغار. بعض هذا الغيم بنت للمكان تا
تغسل الأطباق، تغلي قهوة السمار، أو تحمل فنجانا لنجم يتمشى في الجوار. كانت الغيمة إنسيا وجنيا، نهارا في الدجى، ليلا بهيا في النهار. كانت الغيمات أسرارا وأنهارا، حقولا تجمع العشاق في عرس جماعي، يداري عوزهم عقد الخزامى أو زهور البيلسان. كانت الكسرة لحنا في غمامة، والقوافي مهرجان. ما الذي سد شبابيك غمامة؟ ما الذي شج شبابيك غمامة وسبى لون الفراشات، خلايا النحل بوح الكهرمان؟ يا الذي زج بقابيل وغذى نسغه بالعتمة الشوهاء والطين ونفط للحوار، يا الذي يرقص حول النار، من أطلق فأر السد في مأربة تحت الشمس؟ عقبان تناغي الملك الضليل تغويه، فيا للبردة المهداة يسري سمها في الجسد الراشح بالشعر وبالخمر، يداري نشوة مختنقة. وبماذا تحلم المؤتفكة؟ أنا يا شين وعهر في غمامة فوق ظل الغيمة المحترقة. موجع، لا ندري من أين نبدأ، اليمن، الشام، العراق، فلسطين. نبدأ من فلسطين، بلد المولد. نعم. الشاعر عطاف جانم، هذا الوطن المغتصب، كيف يمكن للجراح الوطن أن ترسم تجربة الشاعر؟ كيف انعكست جراح فلسطين الوطن المغتصب على تجربة عطاف جانم؟ طبعا أنا من الجيل المولود ما بين نكبتين، نكبة 48 ونكبة 67، أو بين مصيبتين. نعم. كبيرتين إن صح التعبير. نعم. نعم، ربما حين كنت في ترائب أمي وصدر أبي بدأت الحكاية، حكاية اللجوء وحكاية الهجرة. حينما صحوت أول الوعي، أول الفهم، كان الأهل يعيشون في فلسطين حلماً، يعيشون في فلسطين ليلهم ونهارهم، وكانوا حقيقة هم في الضفة الغربية من نهر الأردن. وأنا بالمناسبة أعتبر كل هذه المنطقة هي بلاد واحدة، يعني انتقل الواحد من بيت إلى بيت، سواء إلى الضفة الغربية، سواء إلى الأردن، سواء إلى سوريا، كلها بلد واحد كما ينبغي أن يكون. إذن نحن صحونا على هذه الأشجان وعلى هذه الجراح، وأيضا عايشنا آثارها. أثارها كانت صعبة وكانت قاسية، عانى الأهل معاناة، يعني حاولوا جهدهم أن يبعدونا عنها، ولكن مسنا بعض من شوائبها أو كثير من شوائبها. كنت أرى أن فلانا ابنه شهيد، وأن فلانة فقدت زوجها، وفلانة فقدت ابنها. إذن أنا أعيش في خضم هذه الأمور جميعها. لا أصعب من اقتلاع الإنسان من موطنه، من روحه. نعم. لأن الوطن هو الروح. مع هذا الكم من الجراح والأحزان، الديوان الأول الذي صدر لك. نعم. عام 83 و900 وألف كان يخفي بين أضلاعه الأمل والحلم لزمن سيجي. عنوان الديوان. نعم. لزمن سيجي. صح. هذا الزمان، هل هو حلم الوطن المغتصب بالتحرير والخلاص؟ هل كنت تعتقدين من ذلك الوقت إلى هذه السنين الطويلة أن الحلم أو هذا الزمن سيتأخر كل هذا الوقت؟ يعني لولا الأمل ولولا هذا الحلم لما استقامت لنا حياة. كنت في هذه القصيدة
أحاول أن أعيش، أحاول أن أتجاوز ما أنا به. القصيدة الشعر هو الحياة المرتجاة، هو الألم المتوقع، هو الأمل الذي نرتحل إليه. فأمام كل هذا أنا أرفض هذا الواقع، إذن لابد من زمن قادم أجمل من هذا الزمن. نعم. فلهذا جاء العنوان، وبالمناسبة ليست هنالك قصيدة بهذا العنوان. نعم. وإنما بكليته هو يعكس هذا الأمل المرتجى. أنا لا أقبل أبداً، رغم يعني جراحي العميقة وآلام العميقة، لا أقبل أبداً أن أرتمي في بئر اليأس، أقف على الحواف ثم أعود إلى الحلم وإلى الأمل. من فلسطين الوطن المغتصب كما قلنا، انتقلت إلى الأردن الملاذ الآمن، ثم إلى الإمارات للعمل، ثم اليمن، ثم عدت إلى الإمارات. إلى الإمارات، بعدها عدت للاستقرار إلى الوطن، في الأردن. إلى الأردن. نعم. هذا الترحال ماذا ترك على تجربة أطاف جان؟ أولا أنا يعني تقريبا ولدت فقط في منطقة طول كرم، بينما العائلة كانت تقيم في الأردن، كعادة الأهل تذهب وتلد عند أهلها. لجزء منهم كبير أو الأكبر كان في منطقة طول كرم. أما استقرارنا فهو في هنا في وطننا أيضا الأردن. التنقل ما بين الزمان وما بين المكان أيضا ربما كان من أهم مكونات التجربة الشعرية والتجربة الشعورية التي تنتج عنها التجربة الشعرية، يعني بالمحصلة النهائية. عندما تتعرض لتجارب، نعم، في الانتقال من بلد إلى بلد، تتعرف لتجارب جديدة، تتعرف على ثقافات جديدة، تتعرف على يعني أناس مختلف، على أناس مختلفين. كل هذه في النهاية تتحلل كما تتحلل أشياء داخل التربة. نعم. ثم تنتج من جديد في اللاوعي، في اللاشعور، وتأتي القصيدة وهي تحمل كل هذه يعني إن صح التعبير الأحماض أو نعم. كل هذه المواد المكونة للنص الأدبي. لهذا ترى الأماكن تتكرر كثيرا. نعم. في قصائدي المناطق التي زرتها والتي أيضا حلمت بها أو تخيلتها تجدها كثيرا في قصائدي، وهذا بطبيعة نسمع الحال. قصيدة من هذا الفضاء. نعم. نعم. إذن سأقرأ قصيدة تتحدث عن ليوة. نعم. ليوة في الإمارات، في المنطقة الغربية، في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذه البلدة الصغيرة هي العاصمة القديمة لأبوظبي، وأيضا يقال بأن امرؤ القيس حينما قال في قصيدته بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، حومل أنا وصلت هذا المحضر. من محاضر ليوة، وأيضا ذكرت على لسان عنترة في عبلة لو تذكرني. نعم. في البيت أنت مررتي على امرؤ القيس في القصيدة السابقة، الملك البليل. نعم. امرؤ القيس ذاك في اليمن. اليمن. نعم. نعم. أما هنا فعنترة حينما ذكر بسقط اللواء كانت لامرؤ القيس. امرؤ القيس. نعم. سقط اللواء. نعم. أما في يا دار عبلة بالجواء تكلمي، فالجواء هي ليوة، لأن الكبار السن من مواطني الإمارات لحد هذه اللحظة يلفظونها إليوة، اللي هي الجواء، يعني تحويل الجيم إلى ياء. نعم. نعم. وأيضا قيل بأن قبر عنترة موجود في هذا المكان. المنطقة جميلة جدا بالمناسبة. هي واحات من النخيل تحتضنها محتضنة من قبل جبال رملية عالية. لم أرى جبالا بهذا العلو إلا في منطقة ليوة. نعم. همسة ليوة. سل عنها عنترة كيف كان الحب في واحاتها الفيحاء أشهى ثمرة، كان محفوفا بزهو الخيل والنخل، وكانت مكرمات المجد فيها فاتنات مبرقات مزهرة. هذه همسة ليوى.
في ظلال الظفرة الغناء لا تقطر بل تمطر فيها سحب الورد هزيج القوافي بيديها تسرج الخيل تميط الغيم عن أفق القناديل كأني بها تحكي يا حماما زاجلا حمال توقي خذ بدربك قبضة من رقصة اليولا ولحنا من رحيق الميجنا وانثرهما في كل فج. واليولا رقصة إماراتية شعبية يؤديها الذكور عادة. جميل جميل في العادة. جميل. نعم. ما بين عام 83 و 900 ألف وعام 93 و 900 ألف صدر ديوانك الآخر وهو بيادر للحلم يا سنابل. كأنك تخاطبين سنابل هذا يعني هذه البيادر من الحلم. إذن السنابل أيضا للمستقبل كطفلة. نعم. والبيادر متسقة مع السنابل والسنابل طفلة. نعم. إذن هي بيادر من الحلم السنابل. نعم. أيضا اكتنزت هذا هذه البيادر من الحلم أمام هذا الرصيد الكبير من الانكسارات والجراح. هل ما يزال أنت بدأت مع الحلم في الإصدار الأول؟ نعم. لزمن سيجي وهذه بيادر من الحلم يا سنابل أو بيادر الحلم يا سنابل. هل ما يزال الحلم نابضا؟ هل هناك أمل يبرق في الأفق؟ أكيد. نعم. الأمل لن يموت والحلم لن يموت وهذا الذي أرادوه لنا. أرادوا لنا موت الأمل وأرادوا لنا موت الحلم. أنا أخجل من نفسي أن أستسلم ليأس. أنا أحزن وهذا إشي طبيعي لكن أن أستسلم لليأس وأن أستسلم للحزن المكبل المعيق لا. هنالك من يذكرنا به بين آن وآخر. لا تزال عهد التميمي تشرق في حياتنا بصمودها بتحديها بقهرها للمدججين بالأسلحة وليس الأصغر والأكبر منها عن هذا الأمر ببعيد. إنهم من هناك يبعثون إلينا برسائلهم وببرقياتهم عبر دمائهم فعيب علي أن أيأس وأن نعود إلى لا يكون هنالك الحلم. الوطن المغتصب فلسطين. نعم. ماذا كتبت لهذا كتبت الكثير طبعا. نعم. او ربما تغلفت قصائدي جميعها بغلاف الوطن. الوطن ربما الاكبر من فلسطين حتى. نعم. هنالك خصوصيه لفلسطين اكيد وللاردن اكيد وللعراق ولليمن ولكل قضايانا لانني يعني انا ان شاء الله الحس القومي عندي والعروبي عندي عال ولكن. نعم. من منطلق لم يسبق لك ان زرت العراق للأسف لم أتمكن. كنت مكبلة بالعمل خارج. نعم. خارج الوطن. فلهذا أغلب الفلسطينيين الذين يعني نزحوا من فلسطين مروا بالعراق في الغالب يعني. نعم صحيح. لم يسبق لك أن مررت بالعراق ولكن. نعم. إن شاء الله يبقى الأمل. نعم. ويبقى هذا حلما إن كتبت لنا الحياة. كتبت شيئا للعراق؟ كتبت. نعم. أكيد الكثير كتبت لفلسطين وللعراق ولليمن ولغيرها. نعم. نسمع شيئا للعراق. للعراق. نعم. لبابل نبض من ديوان ندم الشجرة. وكان إذا تربوا أول الموقدين وإن أرمدوا أول الغيث إن هجعوا فالدماغ الذي لا ينام يشد الوتين لذاك العرين وينفح أقماره للغمام وكان الإزار وغرة صبح تلالا وقصعة توت تطهر سوآتهم وكانت جموع الحزانة تلوذ بهيبته إذ تضام فيثري أخاديدها بالوئام ولكنه الغدر
لكنه الغدر نصل تخرق حتى القرار. ونسمع عن فوهات القرون بأن المغول لهم ألف لون، ولكن لسيماء بابل نبض عصي تصاعد عبر الركام. جميل. هذا الديوان اللي هو ندم الشجرة صدر عام 2003. نعم. كيف للشجر أن يندم؟ يعني أنا أقصد بهذا السؤال أنه الديوان الأول والديوان الثاني كان هناك أمل، حلم، اقتران العنوان بندم، معناها أنه هناك يعني هفت ضوء الحلم أو الأمل. فكيف للشجر أن يندم؟ يندم الشجر ليس من باب هفوت الحلم. نعم. الحلم لن يهفت، كما قلت برقيات تأتينا فتعيدنا إليه من جديد. ولكن كامرأة، كإنسانة، كشاعرة، حين أجلس نفسي أحصي خسائري. خسائري كثيرة. نعم. أولاها أولى القرابين التي أقدمها أمام معضلات الحياة. نعم. هي القصيدة، ربما أندم لها على هذا. نعم. يعني لا أستطيع أن أعطي القصيدة كما أريد، لأنها تعيش، لأني أعيش بها. نعم. وتعيش في داخلي، فأرى أنني أضحي فيها أول ما أضحي. هنالك الأولاد، هنالك العمل، هنالك استحقاقات البيت والأسرة، كل هذه العوامل تضعف هذا الجانب، لا تضعفه من حيث الإبداع، ولكن تضعف الوقت وتقلل الوقت المخصص. نعم. المخصص له. الندم يأتي في حالة يعني الإحساس ليس بالتقصير وإنما بالقصور. نعم. فقط. أما أن يصل إلى درجة فقدان الحلم ليس. نعم. هذا. وهذه أيضا عنوان من العناوين. رمزية الشجرة ماذا قصدت بها؟ قصدت الشاعرة ذاتها أم الزيتون أم النخل وكله يبكي ومحترق؟ أنا لن أشرح هذا النص. نعم. تستطيع من خلال ما سأقرأ أن تصل إلى. نعم. بعض مما تريد. سأقرأ المقطوعة الأولى من ندم الشجرة وهي أيضا عنوان للديوان. نسمع القصيدة بعد الفاصل. معذرة. فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات. ضيفتنا لهذا الأسبوع الشاعرة العربية من الأردن عطاف جانم. موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع المرأة والقصيدة. أعود لك سيدة عطاف. أهلا فيك. كنا نتحدث عن ندم الشجرة وكنت. نعم. بصدد قراءة نص. نسمع النص. نعم. سأقرأ مقطوعة من ندم الشجرة. نعم. شجر من ندم ينحني بعصافيره لدبيب الشجن، كيف دجنت قيثار ظني، ومن ذاد شوق الشبابيك عني وصحر ريح القمم. كنت أسرج ضوء القصيدة أعدو بشعلتها بين منفى ومنأى، حينما باغتتني مواويلك الراعفة ولويت قطوف دمي. ألأجل مراياك أم لأرسل في فضة الروح قمصان زلاتك الفارهة؟ جميل. الديوان الأول كما قلنا لزمن يجيء صدر عام 83، ثم الديوان الثاني بيادر للحلم يا سنابل عام 93، وندم الشجرة عام 2003. عندما نحسب الزمن هناك 10 سنين. نعم. بين كل ديوان وديوان، هذا التوقيت هل جاء عفويا أم بقصدية؟ هو جاء يعني رغما عني. نعم. أحيانا يعني على سبيل المثال الديوان الأول نام في الأدراج
الديوان الثاني نعم في الأدراج، الأول لا طبع سريعا في رابطة الكتاب الأردنيين في عمان، عن رابطة الكتاب الأردنيين في عمان. الثاني نعم، وأرجو أن لا يؤاخذوني يعني الإخوان، ليسوا هم المسؤولين الآن، في أدراج وزارة الثقافة لعامين كاملين. ثم حين عدت إلى الوزارة انتشله من بين هذه الأدراج أحد الزملاء الأبرار، بارك الله به ورحمه أيضا رحمة واسعة، له فضل علينا ونعرفه جميعا، الشاعر والناقد والرائع عبد الله رضوان، انتشله وقدمه الى النشر. طبعا هو امضى قبلها تقريبا يعني عام حين حصل على الموافقه. نعم. اذا هذا التوقيت لم يكن بيدي. نعم. بعدها طبعا اذا هو توقيت اقدار، هو التوقيت اقدار ولم يكن بيدي، لكنه جاء مرتب بطريقه جميله. نعم. يعني نعم. لم اندم عليها فيما بعد، وإن كنت أتألم لأن هذا الإنتاج قليل، 10 سنوات حتى يزور الكتاب. يعني أنا من الناس الذين لا يتسرعون في نشر كتبهم، أعود إليه مرة واثنان حتى النص قبل أن أنشره في الجريدة، يعني لا أكتبه ثم أنشره، يعني أبقيه بين يدي أعود إليه، هنالك لفظة تحتاج إلى تعشيب، هنالك لفظة مريضة تحتاج إلى حبة بنادول، أقدم لها الإسعاف اللازم ثم أخرج هذا العمل. ولكن أيضا أعرف أن هذه الفترة متباعدة، وأعرف أن الشعر هو أول القرادين. المهم البصمة موجودة. طبعا العام 2017 صدر لك ديوان مدار الفراشات. نعم. ومجموعة قصصية شارة الخلاص. نعم. يعني الانتقال من الشعر إلى الكتابة القصصية، في المرحلة السابقة لم يصدر لك مجموعة قصصية إلا في هذا العام. الانتقال من الشعر إلى كتابة القصة ماذا يعني؟ حتى أكون أكثر دقة. نعم. أقول بأن أو لا، يعني لا أقدم شيء مفاجئ للذين يعرفون تجربتي السابقة. شارة الخلاص قدم لها الدكتور يوسف بكار وأنا على مقاعد الدراسة في الجامعة في عام 1983، في نفس العام الذي صدر فيه ديوان الشعر، ولكن حين خيرت إما أن أكون شاعرة وإما أن أكون قاصة، انحزت إلى جانب القصيدة. نعم. وهذا لم يكن يعني هكذا، يعني موقف اعتباطي أو بدون تفكير، كنت تأملت الساحة الثقافية فوجدت أن عدد الشاعرات أقل بكثير من عدد القاصات، فقلت إذن هو الشعر. نعم. فانحست إليه. أما النشر فقد تأخر، يعني جل قصائد هذه الديوان. نعم. وهذه المجموعة القصصية من الفترة السابقة. نعم. وقليل منها في عام 15 و16، حين أجد نفسي. طيب، في القصة أكتبها، في القصيدة عندما أكتبها. عندما يكون شاعر. نعم. متمكنا من القصيدة، لماذا يعني يجنح إلى لون آخر من الأدب؟ والله أنا أحب أن أعطي الحرية. نعم. للذي سيجيء. نعم. يعني أنا لا أقيده، أدواتي الشعرية موجودة وأستطيع أن أكتب القصة، هي التي تأتي. نعم. هي التي تطرق الباب، قصة، قصيدة، خاطرة، قصيدة نثر، قصيدة عمودية، ولكنني لم أنشرها في البدايات بس لأثبت أنني قادر عليها. نعم. هي التي تأتي، هي التي تختار جنس المولود. نعم. هي التي تحدد ثيابها التي سترتديها، لا دخل لي بذلك. نعم. ولا أعتبر بأن القصة أقل من الشعر، حتى أن يعني أنه هو أو عيب حتى إذا انتقلت من هذا الجنس الأدبي إلى ذاك الجنس الأدبي، يعني نعم. لا أعتبره عيبا، وإنما بالعكس قد أعتبره ميزة. شارة الخلاص، عندما نتوقف أمام هذا العنوان، خلاص الإنسان، خلاص الوطن، أي خلاص كنت؟ خلاص المرأة. خلاص المرأة. خلاص المرأة. نعم. الجيل الذي نشأت أنا به ليس كما نشأت ابنتي أو حفيدتي. نعم. حتى ستنشأ حفيدتي الطفلة الصغيرة ذات العامين. جيلنا كنا محاصرين في قيود مجتمعية وسلطات، يعني أحكي أبوية كثيرة، قيود كثيرة وضعت، استطعت أن أكسر بعضها وأن أقفز على بعضها، وأنا لي قناعاتي يعني التي لم أتجاوز بها قناعاتي. القيود على الإبداع. نعم. الشخصية
كانت القيود على الدراسة، وكانت القيود على الإبداع، وكانت القيود على الحركة، وكانت القيود على الرحلات، وكانت على كل شيء. فعلتها كلها، ممنوع أقرأ سوى الكتاب المدرسي. وضعت كل مجلة الأغاني لأبي الفرج الإصفهاني التي كان أبي يأتي بها على شكل دوريات داخل الأطلس وقرأتها. كان لدى أبي مكتبة جميلة تضم هذه الكتب الهامة. قرأت الأغاني وأنا في الصف السابع، وقرأت يعني الروايات العالمية أيضا. إلى سؤال جديد. تفضل. هو أنه الوالد كان له أثر كبير في أنك تأخذي هذا هو الخط. الأثر ربما كان العكس هو الذي أفادني. نعم. يعني حياتي فيها نوع من التحدي. لن أقول بأن الأمور كانت ميسرة ومفروشة أمامي بالورد. كانت الأشياء موجودة وممنوعة. ولكنني كنت أحتال وأصل إلى ما أريد. كنت أضع كان الأطلس صديقي المفضل. كل الروايات العالمية والكتب ومجلات لولو طرزان وسوبرمان التي وحواء التي أشتريها بالكيلو من مصروفي المحدود أضعها داخل الأطلس وأقرأها. وهم يعتقدون أنني أدرس في هذا الكتاب، وأمي تمل من رؤيته بين يدي. فيش غير هذا الكتاب تدرس فيه يما. يعني جميل الاحتيال على الأعراف من أجل الإبداع. جميل. نعم. على مر تاريخ الشعر يعني دائما المرأة كانت عنصر إلهام للشاعر. نعم. كما هي الطيور والفراشات والورود والشمس والمطر والسماء. كيف يمكن للمرأة أن تكون هي الملهم وتكتب القصيدة؟ هذا سؤالك يعني ذكي جدا. يعني كما تفضلت إنه الرجل يتخذ المرأة رمز للخصوبة، رمز للحياة، رمز لكذا. أما المرأة من أين تستلهم؟ الرجل يفتقد أشياء لا يستطيع أن يحصل عليها أبدا. المرأة أم، لديها غريزة الأمومة، يكون الرجل أبا لكنه لا يستطيع أن يكون أما. هذا من الملهمات. الوطن هو الحبيب، كما أن المرأة هي الحبيبة بالنسبة للرجل. نعم. والرجل أيضا هو الحبيب. إذا استحق هذا اللقب يعني دائما هذا العنوان بشكل عام، إذا استحق هذا الوسام. نعم. نعم صحيح. إذن هي يعني الأفكار صحيح أنها في الطرقات. نعم. ولكن الشاعر يستطيع أن يلتقط من أبسط الأشياء، أن يلتقط نصا وأن يكون هذا النص موحيا، يدخل لا شعوره، يتخمر، يخرج بعمل جميل. يعني مصادر الإلهام، أفهم من ذلك. نعم. مصادر الإلهام للرجل ربما تختلف في جانب مع مصادر الإلهام للمرأة، وربما تشترك في هي تشترك معها، ولكن الرجل يركز على المرأة. نعم. المرأة رمز الخصوبة، التجدد، الحياة، حتى منذ العصر الجاهلي. نعم. عندما يقف أمام الأطلال يذهب إلى المعادل الموضوعي. ضد هذا الموت والدرام هنا الدمار، هنالك المرأة. نعم. المرأة الحياة المتجددة. هو لا يستطيع أن يكون مثلها. نعم. أما هي تجد أن الرجل هو السند، هو القوة، هو الأمان، هو كل هذه الأمور، بالإضافة إلى أن بقية الأشياء تشترك معه وتختص في أمومتها. نعم. الوطن هو المصدر المشترك والأمومة. وإذا تركت. نعم. فرصة سأقرأ نصا في مجال الأمومة. نسمع. يعكس. نسمع. يعني ما تمر به. نعم. المرأة. هذا ديوان بيادر. بيادر للحلم يا سرابل، أرجو أن يكون هنا. يعني لدي كان ثلاثة أطفال. الطفل الأول حالت القوانين دون أن أصطحبه معي إلى عملي في الإمارات. نعم. الاختلاف جنسية الطفل عن جنسية الأم. فكتبت قصة المعارج، سأقرأ منها ربما المقطوعة الأولى والثانية. إجازة أمومة. 30 يوماً، 30 يوماً يسلمني شارع لسواه، ويلقمني مكتب لسواه، وآب يسعر بالهاجرة. 30 يوماً وضجت شوارع عمان مني وأنت خطاي. 30 يوماً 30 دهراً ولا من مجير، ويوم أخير
يكاد يطير ليزحف نحوي مساء ثقيل. ففي الباب مركبة تنتظر وعام طويل مرير، فكيف أغادر هذا البلاد؟ فكيف أغادر هذه البلاد وهذا الصغير يرفرف فوق السرير وسرته بعد لم تلتئم؟ وكيف أبارح هذا السرير ومن ذا يحيط بكل التفاصيل؟ رفات جفنيه، هجعة عينيه، صحوته في السحر، مناغاته والشفاه الرقيقة يبزغ منها القمر. وفي الباب مركبة تنتظر، تجيء مزاميرها دانية فأنتزع الحلمة الحانية. جميل. إذن اشترك هنا أكثر من مصدر الإلهام، الوطن والأمومة، الوطن والأمومة والحياة والجراح والحياة والرحلة نعم والجراح، ووردة ملقاة على الطريق، وفراشة تقتل وهي تبحث عن رزقها، وجلسة في جلسة مع صبايا يأكلن الذرة في أعالي جبل قاسيون في منطقة شورى في ليلة العيد، وطفل تلتقط حبات الذرة المتساقطة وتبكي تريد أن تعيدها إلى مكانها. هل زرت سوريا؟ كانت محور قصيدة. نعم زرت سوريا؟ نعم نعم، ولدي قصيدة حول هذا نعم الموضوع أيضا. نعم ذكرت قاسيون ويعني سحبتنا إلى جراح الشام الآن، نسمع القصيدة إذا متوفرة. هذه قبل الجراح، لدي بعد الجراح. نعم ولكنها مليئة لا أيضا. لا بأس نسمع. لا أريد أن يكون قصائدي لا بأس ولكن هو هذا هو يعني هذا هو الواقع. هي نسمع في الديوان الأول. إيه يعني يدخلنا من الجراح، لا بأس أن نسمع ما قبل الجراح. والجراح لكنها كانت يعني خفيفة. أما الجراح الثقيلة فهي في مدار الفراشات بعد أن عمت. نعم وانتشرت قصيدة لزمان سيجيه. كما قلت كنت في منطقة شورى في المهاجرين، طفلة صغيرة تحاول أن تلتقط حبيبات ذرة من عنقود ذرة تعيدها إلى مكانها. نعم. لكنها لم تستطع فرمت كوز الذرة، نسميه كوز. نعم. وأخذت تبكي، فجاءت من هذه اللحظة القصيدة. طيب هي لماذا تريد أن تعيد الحبات إلى موضعها؟ يعني هي ترميزها أصبح عندي للحالة العربية. نعم. التي تأبى أن أن تريد أن تعيد الأمور إلى نصابها. نصابها نعم. نعم. ثم يأست وألقت نعم. الليلة كانت ليلة العيد. نعم. وما أدراك ما دمشق ليلة العيد. ونسيت الطاولة وزجاجات من الكولا وصبايا يانعات ضاحكات حينما التفت على عنق يداها وتغلغل في مسامات شذاها، فانتقلت دون أن أدري لدنياها البريئة وتضاحكنا فناغتني قليلا، ثم ماجت مثل نسمات رخية فتشبثت بها واحترت، حلم ما أعانق أم ثبيج من رحيق الياسمين؟ لم تجب شيرين، ماجت ثانية وتوالت تسكب الجسم الطفولية تجاه الطاولة وتمور الطرف موالا لعنقود الذرة. جلست شيرين فوق الطاولة، أمسكت كوز الذرة، حدقت فيما تناثر من حبيبات حواليه، بأيديها الرقيقة جمعتها، حاولت تصفيفها في الكوز، لكن الحبيبات العنيدة رفضت إلا ائتلاف الانفصام. فرمت شيرين في نزق كهولي بعنقود الذرة وبكت في حرقة لا تدعيها، رفضت
كل خشاخيش الصغار كبرت شيرين في لحظة حزن منذ أن ألقت بعنقود الذرة. آه يا شيرين أيقظت شجوني، ودمشق من رباشورة تبدت ليلة العيد عروسا باهرة، ونسيم الليل هفاف يوشوش في صدور السابلة، ونشيجك يرتديني وينادي من يعيد الآن تصفيف حبيبات الذرة. آه يا شيرين ماذا أفعل الآن وحولي صاحبات منتشيات بليل العيد يمضغن الذرة؟ كفكفي رنات قهرك وارحميني، ثم خلي الليل يمضي فحصيات نشيجك تنقر البؤبؤ في العين، ووحدي قد غدوت مسرحا تصافق الجدران فيه، وبقلبي مثلما النيران في مربط خيل أوثقوها، مثلما تجتاح حاكورة جدي زوبعة. كفكفي رنات قهرك وارحميني، ثم خلي الليل يمضي إنها تنسد في وجه الجهات الأربعة. الله، ما أقسى أن تسد الجهات الأربعة في وجه الإنسان. الآن الستة ولكننا نبحث عن مخارج. يعني عندما نتابع المشهد الثقافي العربي نجد أن المرأة الكاتبة الآن أكثر بريقاً ولمعان وأكثر صداً من المرأة الشاعرة. يعني نجد هناك كاتبة مثل غادة السمان، مثل أحلام مستغانمي وأخريات، لكن كلهن في ميدان النثر. لا نجد بعد غياب نازك الملائكة امرأة عربية الآن يشار لها على أنها شاعرة بمستوى نازك الملائكة أو بمستوى الكاتبات في ميدان النثر. لماذا؟ أولا أقول أن الفترة الزمنية التي وجدت بها نازك الملائكة تختلف عن هذه الفترة الزمنية. هي بالدرجة الأولى لها فضل الريادة وفضل السبق، يعني الخلاف على أنها لها هي ريادة الشعر الحر أو لبدر شاكر السياب أو لصلاح عبد الصبور كما يقولون في مصر. إذن هي امرأة استطاعت أن تتميز أولا بالريادة، ثانيا بتقعيدها لقواعد الشعر الحر الذي أنا شخصيا تتلمذت عليه. حين ولجت باب قصيدة التفعيلة أنا قرأت هذا الكتاب وفهمت ما معنى هذا الأدب الجديد من خلال كتابها هي، بالإضافة طبعا إلى عشقي للسياب وإلى القراءات المتتالية التي أثثت بها نفسي منذ البدايات. الآن الفترة التي عاشت فيها نازك الملائكة لم تكن هنالك كل هذه الوسائل يعني المتاحة للانتشار وللذهاب وللنشر. يعني يفترض الآن هذه الوسائل بالعكس أنه ترفع مستوى المرأة أكثر من الفترة السابقة. رفعت من ناحية وأيضا شدتها من شعرها للوراء من نواحي أخرى، أصبحت الأمور تختلط على الناس، الأدعية من الشعراء ومن الشاعرات أصبحوا السرقات الأدبية التي أصبحت نص جميل معروف ومنشور أيضا يتجرؤون وينسبون إلى أنفسهم وأيضا ينشر في كتبهم وأيضا يشاركون به في ملتقيات وفي منتديات، وهو أيضا ليس لهم، ربما كان من قصائد قديمة رائعة ومهجورة بالنسبة للعامة وبالنسبة للقراء العاديين، موجود في مراجع أخرى. الساحة مليئة والساحة تعج، ولكن إذا لم يكن لحد هذه اللحظة ليس معنى هذه أنه لن يبرز. لا يزال هنالك مستقبل، هنالك أمل، وهنالك من حين أنا هز الغربال سوف يكون في الطبقة العليا من. جميل، نسمع قصيدة قبل أن نختم حوارنا. القدس. القدس. القدس والعراق وسواها.
في القدس وعد في الحياة. المسجد الأقصى أجئت تزوره أم جئت من قبل الضياع تودع؟ حرم تباح لكل أوكع آبق ولكل أفاق شريد أربع. هذان البيتان للشاعر الشهيد عبد الرحيم محمود مخاطبا الأمير سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته لفلسطين، ناعيا المسجد الأقصى قبل احتلاله بثلاثين عاما. إذا نبوءة شاعر هي، وقبل سقوط فلسطين أيضا نبوءة شاعر. نعم. يا درة الشهداء يا عبد الرحيم، أأجزت شعرك حيث دمك ضارع؟ يا درة الشعراء والأمراء، هل برق الشهادة في عروقك نابش سر الزمان وذائع؟ ليضيء مثل هشيم الصخر في يد نبوية جاءت بكسرى تحت نعلي الغبار من بعد ما نزع الممالك والسوار. يا درة الشعراء والأمراء، هذا المسجد الأقصى ينوء بنعشه، لم يبق في فمه ثنايا والقوارض فوق قبته الشهية والبهية رفرفت راياتها بيد البغايا، بترت نواشره وألقمت الحريق، وبنو العمومة بعدما هانوا على الخدر العتيق ضلت حرابهم الطريق. أو لاعن حسن الجوار فاهتم فجر واستدار. يا وحدهم يا وحدهم أهل المدينة نحوه يتطايرون، يا وحدهم من يسمعون صهيل جرح إذ تحوم بلحمه سكينهم تقتص للأوغاد ما يتخيرون. هم وحدهم وحدهم أهل الرباط يقاتلون فيقتلون ويقتلون. يا شاعر الشهداء، هل جاءتك أرواح الخزام يمتطون الإخوان؟ بالله هل عانقتهم ولثمت ما بين العيون؟ أتراك قد غنيتهم سب العيون فاستكانوا يبسمون؟ يا صاحب القسام، لا تسألهم عن إخوة الدم والرفاق، كنا نجوح على العروبة في العراق، نتجرع البن المجلبب بالحداد ونقول في بيت العزاء: يا آخر الأحزان، يا بغداد، يا بنت الرشيد، جلجامش سيعود، جلجامش سيعود، والعشب المقدس في ضلوع النخل في ضرع الوريد. والشام يا عبد الرحيم، يا صاحب القسام، لا تخبره عن سفر الجنون. في الشام أينعت المكائد والخرائب تصفيات اللاعبين. يا شام يا نزف الحياة، أفيك تحتضر الأماني؟ فيك ينهار الحنين؟ في الشام آلاف المرايا والخطايا. يا يدي، هذه يدي، يا ويحة حافظة، ما لها ترتد ويلاً فوق ليل الهائمين؟ من بعد ما عقر ابن تيمية الحصان ورمى بميرته لقطعان الظلام. يا مصر يا أم البلاد، أو تأتي سبع السنبلات الخضر بعد اليابسات ليعود صوت العرب زلزالا فيغبطه السحاب؟ كنعان حضن المركب المخضر يا عدنان، سيف الله متراس النجاة، والقدس مغتسل شراب بارد، فاضرب برجلك أيها المضري
ومنتشق الحياة. جميل جميل، شكرا لك الشاعرة العربية من الأردن إطاف جانم. شكرا لك. الشكر الجزيل لك ولقناة الرافدين وللقائمين عليها ولهؤلاء الجميلين الذين أمضوا هذا الوقت معنا أيضا. شكرا لك. شكرا لك أعزائي المشاهدين، أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج. شكرا لكم. في ختام هذه الحلقة أشكر لكم حسن المتابعة وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقاتنا القادمة من برنامج فضاءات، حتى ألتقيكم في حلقة أخرى. أستودعكم الله والسلام عليكم.